الرئيس عبد ربه منصور هادي يتهم المبعوث الأممي مارتن جريفيث مجددا بالتماهي مع ما وصفها بمسرحيات ميليشيا الحوثي في الالتفاف على اتفاق السويد بشأن الحديدة. وقال خلال لقائه مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو إن ما قام به جريفيث خلق ضغطا ورفضا شعبيا من كافة المكونات وقبل ذلك من الفريق الحكومي المشارك في تنفيذ الاتفاق. من جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن مجددا ثقتهما بالمبعوث الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث ودعمهما لجهوده في تنفيذ اتفاق السويد. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: آثار ومستقبل الحل السياسي في اليمن بعيد الاتهامات التي وجهت إلى المبعوث الأممي، وأسباب رفض الأمم المتحدة التجاوب مع خطاب الرئيس هادي. حرب جديدة تخوضها الشرعية مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث بعيد اتهامه من قبل الرئيس هادي بالتماهي مع ما وصفها مسرحيات ميليشيا الحوثي في الالتفاف على اتفاق السويد بشأن الحديدة. تصعيد جاء بعد إعلان الميليشيا إعادة الانتشار من طرف واحد في موانئ الحديدة بالتنسيق مع المبعوث الأممي، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة متهمة المبعوث الأممي بتجاوز صلاحياته. تطور دفع الرئيس هادي إلى إرسال خطاب للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشكو فيه من تجاوزات المبعوث الأممي، مؤكدا تسبب ذلك في تعريض الحكومة الشرعية لضغوطات شعبية وحزبية. خطاب الرئيس هادي إلى الأمم المتحدة قوبل برد سلبي من قبل الأمم المتحدة، حيث أكد الأمين العام غوتيريش ثقته المطلقة بمبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاق السويد بشأن الحديدة، تأكيد عززه أعضاء مجلس الأمن بدعمهم الكامل للمبعوث الأممي مارتن جريفيث، داعين الأطراف اليمنية إلى المشاركة بشكل بناء مع المبعوث الأممي للوفاء بالتزاماتهم المتفق عليها في ستوكهولم، بما في ذلك الالتزام بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة. تبادل الاتهامات بين الشرعية والأمم المتحدة عزاه مراقبون إلى حالة التخبط التي تعانيها الحكومة اليمنية نتيجة تقديمها لتنازلات عديدة لصالح الميليشيا، من بينها القبول في اجتزاء حلول لملفات معينة كالحديدة مثلا، وهو أمر لم يعرقل فقط من تقدمها العسكري بل ساهم في إضعاف مواقفها. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من عمان المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. أرحب بك سيد المودع. إذن برأيك لماذا ترفض الأمم المتحدة الاتهامات التي يوجه الرئيس هادي لمبعوثها الأممي إلى اليمن؟ مساء الخير. الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الأمين العام، هذه المنظمات لا يمكنها أن تقبل باستشهادية موظفيها، وكون هذا الموظف أتى بالتفويض من هذه المؤسسات، هذه المؤسسات تظل داعمة له وتعتبر أي عدم تعاون من قبل أي طرف بأنه يعني عمل غير مقبول. لهذا البيان الذي صدر عن مجلس الأمن أمر متوقع جدا. البيان أيضا الذي صدر عن أمين عام الأمم المتحدة أيضا متوقع تماما، بأنه يعني تظل ثقتهم في المبعوث. لكن بشكل عام عندما يكون هناك طرف يرفض التعامل مع أي مبعوث، عمليا يصبح مهمة المبعوث غير ممكنة، وتبدأ الخطوات لتغييره، بمعنى أنه يعني أتوقع بأن المبعوث الأممي لن يستمر طويلا في مهمته، لأنه منهجيته الذي اتبعها أثبتت فشلها. يعني هو منهجيته قامت على البحث على أي إنجازات، ايضا الاعطاء انطباعات غير صحيحه الى حد التضليل. يعني لاحظنا في بعض المرات كان يتحدث عن انه هناك انسحابات حوثيه تتم في فتره وجيزه، هناك احتماليه لفتح المطار خلال اسبوع. يعني هذا الكلام قاله قبل حدود 10 اشهر،
وبالتالي كانت منهجيته غير صحيحة، لم يكن واقعي، ظل ينشغل بقضايا هامشية، وبالتالي فشل مثل ما فشل الذي قبله أو الذي قبلها المبعوثين السابقين، بس كل واحد فشل بطريقة خاصة به. طيب برأيك الآن عندما تذهب روزماري دي كارلو وهي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسية التي تندرج بعثة الأمم المتحدة إلى الحديدة يعني وفقا لها أو تحت صلاحياتها أو تحت إدارتها وإشرافها، ما الذي يشير إليه ذلك في سياق ما تفضلت فيه؟ يعني الأمم المتحدة تريد أن توصل رسالة يعني قدموا خطاب دبلوماسي هادي، في نفس الوقت يريدوا أن لا تقطع الحكومة التعامل مع المبعوث، يعني هذا يهمها جدا بأنه أن الحكومة تستأنف عملها مع المبعوث. أيضا هم ذهبوا ليس فقط للاجتماع مع هادي، ولكن اجتمعوا مع المسؤولين عن هادي وهم السعوديين. وطبعا بريطانيا تحديدا ستمارس ضغوطاتها على السعودية لأن يعني تضغط على هادي أو تأمر هادي بإعادة التعامل مع المبعوث، لكن كما ذكرت لك حتى لو عاد التعامل معه المبعوث يبدو أنه استنفذ كل أوراقه، وما حدث في الحديدة وتعميده الانسحاب السوري للحوثيين كانت تعتبر غلطة، كان ينبغي عليه أن يحسب نتائجها، وليس لديها الآن أي شيء آخر. يعني هو كان يعول على أن ذاك الانسحاب السوري سيعطيه ميزة ونقاط إيجابية، لكن الآن لم يعد لديه شيء، لأنه ذاك الانسحاب هو بالنسبة للحوثيين أقصى ما يمكن أن يقدموه له. بعد هذا الأمر الأمور الباقية هي أصعب وأصعب، يعني قضية الحديدة، قضية الانسحاب من شرق الحديدة من قبل القوات المشتركة، ما يسمى القوات المشتركة، هذه عملية صعبة، وبالتالي لم يعد لديه شيء. أيضا فشل في حل القضايا، قضية الأسرى، القضية الاقتصادية، قضية مطار صنعاء، يعني جميع القضايا تقريبا لم يستطع أن يحقق فيها أي اختراق. طبعا الفشل ليس بسببه فقط، ولكن لتعقيد القضية. المشكلة أنه لو كان منذ البداية واقعي ولم يكن ويتحدث بأن هناك تعقيدات، بأن هناك مشكلة، أفضل من أن يدعي بأن هناك إنجازات، فيما الواقع الإنجازات الوحيدة مؤتمرات هنا يأخذ شلة بعض الناشطين الذين لهم 20 سنة وهم ناشطين وأنا مش عارف في إيش، يعمل لهم اجتماع مرة في جامعة في أدنبرا في لندن، ومرة يشل لهم لندن ومرة مش عارف إيش، هذا يعني كلام فاضي وهدر، ولا جمع 100 مرأة، يعني عبارة عن مهرجانات ومؤتمرات تشبه مهرجان مؤتمر الحوار الذي غرقوا الناس فيه لمدة 10 أشهر وطلع في الأخير كلام فاضي. وهذا أيضا شوف هذا الإجراء وهذا السلوك هو أمر متوقع، لا تحل الأمم المتحدة ولا يمكن الخواجات يجوا يحلوا مشاكلنا. مشاكل مثل مشكلة في اليمن أسبابها ونتائجها هي محلية وإقليمية، وبالتحديد محلية، وحلولها ما يجيش من موظف أممي يجي عنده في رأسه خلفيات معينة، عنده اهتمامات خاصة، يعني اهتمامات المرأة واهتمامات الشباب واهتمامات، يعني أمور ما لهاش علاقة مباشرة بالموضوع. طيب سنبحث أكثر عن, عن, عن مدى تأثير هذه التغيرات على مسألة اتفاق الحديدة والحل السياسي، لكن أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد المودع. ورحب بمن ينضم إلينا من صنعاء المحلل السياسي سيد عبد الوهاب الشرفي، أهلا بك سيد الشرفي. بداية، كيف تقيم الاتهامات التي يعني يتهم بها المبعوث الأممي بأنه يتماهى مع ميليشيات الحوثي؟ مساء الخير نطواني ضيفك الكريم ونستاذ المشاهدين الكرام.
هو ربما الإشكالية هي نابعة منذ بداية الاتفاق. الاتفاق الذي وقع عليه الطرفان اليمنيان لم يكن اتفاقا محددا، وكان فيه كدر كبير من المرونة هي التي مكنت المبعوث الأممي من أن يسير العمل بعد الاتفاق في الاتجاه الذي يفضله هو. أذكر أنا ربما في ليلة الاتفاق وكان هناك على تنافس كان المستشار البغدادي الناطق باسم حكومة هذه تحدث حينها بأن الاتفاق ينص على أن من سيستلم الموانئ هو خطر السواحل التابعة لسلطة هذه ووزارة الداخلية حكومة هذه. وحينها أنا قلت أنني لا أتصور هذا الأمر، وما حصل بعد خروج الاتفاق وإعلانه أنه اتضح بأنه ليس هناك أي تحديد في أي اتجاه. كانت العبارات مرنة حديث عن خفض سواحل دون تحديد من الجهة أو من هي السلطة التي يعني معنية بهذا الخفض، لأن كل سلطة لها خفض. الحديث أيضا عن مسارات القانون، كل جهة لها وزارة داخلية. الحديث عن النظام والقانون وما إليه، كل هذه المسائل ليست عبارات محددة، وبالتالي يصعب أن نكون نحن بأن هناك جنوح أو تناهي من المبعوث الأممي باتجاه سلطة صنعاء، لكن هناك جنوح باتجاه الإدارة البريطانية المتمثلة في قضية إيجاد قرار عالي وإدارة على مستوى عالي بالنسبة لشؤون الموانئ ومدينة الحديدة ككل. والجميع يلاحظ بأنه بعد هذه العبارات المرنة التي وردت في اتفاق السويس كان هناك قرار دولي، هذا القرار الدولي الذي شكل ما يعرف باللجنة السياسية للحديدة لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، بمعنى أن تلك المرونة التي وردت في اتفاق السويد كان العمل مرتبا وجاهزا بالشكل الذي يتم تفسير هذا الغموض في الطريق الذي يوصل إلى تمكين الأمم المتحدة بشكل أكبر في الحديدة، وليس باتجاه خلق اتفاق فعلي، لأنه إلى حد الآن ليس هناك اتفاق بين الأطراف اليمنية. ما زال موقف هذه وسلطته في اتجاه، وموقف سلطة صنعاء في اتجاه آخر، وبالتالي عمليا ليس هناك اتفاق، وإنما تمكن غريفيث أن يمضي الأجندات التي تبناها، وهي الأجندات التي بات من الواضح أن بريطانيا هي من ترسم معالمها. هذا هو ما يمكن كونه. تفضل بالبقاء معنا السيد الشرفي. أرحب بمن ينضم إلينا من الرياض، الصحفي في رئاسة الجمهورية السيد ياسر الحسني. أهلا بك سيد الحسني. يعني الآن يبدو أن الأمم المتحدة ثابتة على موقفها تجاه جريفيث، أو على الأقل هذا ما تعلنه. ماذا وراء الكواليس فيما يتعلق باستمرارية جريفيث؟ هل هناك مؤشرات لديكم على أن جريفيث سيستمر في عمله؟ تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. حقيقة اللقاء الذي جرى يوم أمس بين فخامة رئيس الجمهورية ونائبه مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة كان لها نتائج إيجابية. قدمت ضمانات لرئيس الجمهورية بانتزال المبعوث الأممي بالمرجعيات الثلاث، ويعني كمرجعيات لأي حل أو أي أفكار للحل الحلول السياسية في اليمن، وأنه أي خروج على هذه المرجعيات فهو خروج عن 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 المرجعيات. وبالتالي يعني أنا أعتقد أنه اليوم السيدة روزماي أكدت أنها ستظل على اتصال مستمر مع الرئيس هادي، مع الحكومة الشرعية، لمراقبة أداء المبعوث الأممي. اليوم المبعوث الأممي لم يعد يعمل كما كان من قبل، اليوم المبعوث الأممي يعمل والأعين عليه لم يعد يعمل ما يشاء من أفكار ومقترحات. الحكومة الشرعية قدمت تحفظاتها، وأعتقد أن المبعوث الأممي سيستوعب الدرس الذي حصل له من الحكومة الشرعية، أنه لن يتم تمرير أي اتفاق يتناقض مع مرجعيات الحل السياسي في اليمن. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. هو من المهم التوضيح على أن
مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو ليست مسؤولة على المبعوث الأممي، وإنما يعملان جنبا إلى جنب تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة. أعود إليك سيد المودع، في سياق الآن الحديث عن الحل السياسي، ونحن كنا نتحدث عن هذه النقطة ونقلنا أو وقفنا الحديث عنها، ما هو مصير الآن اتفاق الحديدة؟ ما هو المتوقع في غضون الفترة القادمة؟ هل سيمدد لهذه البعثة السياسية؟ كيف هو الحل السياسي؟ كيف ترى؟ فيما يتعلق، طبعا احنا نتكلم عن الحديدة وليس الحل السياسي، ما في شيء حل سياسي، وانا يمكن ذات الشيء اوقع لك بانه ما يكونش في حل سياسي في اليمن عبر الأمم المتحدة، على الأقل في المستقبل المنظور. لكن فيما يتعلق بالحديدة سيبقى أمر وقف إطلاق النار، هذا هو كان الأمر المهم من اجتماع السويد. اجتماع السويد تم بضغوطات أمريكية وبريطانية من أجل وقف معركة الحديدة ووقف إطلاق النار، وهذا تحقق من خلال ما سمي اتفاق، وهو مش اتفاق لأنه في الأخير هو تم فرض هذه الوثيقة على هادي والوفد الذي كان بيمثله في ستوكهولم، والهدف منها هو وقف إطلاق النار. هذا تحقق وهذا سيستمر، لأنه حتى لو لاحظت في بيان مجلس الأمن الأخير شددوا على هذه، على وقف إطلاق النار، بمعنى أن هذا الشق من الاتفاق سيظل محترم، لأن هناك ضغوط دولية وستظل هذه الضغوط الدولية على السعودية والإمارات بأن لا تستأنف الحرب في الحديدة. أما القضايا الأخرى لن يتحقق منها شيء، ولا أعتقد بأنه سيتحقق شيء. فيما يتعلق بالبعثة، البعثة هي بتكليف من مجلس الأمن لمدة 6 أشهر، الآن يبدو أن 6 أشهر قريبة من الانتهاء، لكن يبدو الأمر المنطقي أنه يتم التمديد لها، يعني هذا عادة يتم التمديد لها 6 أشهر أخرى، وهكذا ستستمر بعثة الأمم المتحدة، سيستمر المراقبين الموجودين حاليا الذي هم بحدود 15، لم يصل العدد إلى ما نص عليها القرار وهو 65 أو 75، لكن أي خطوات قادمة لا أعتقد بأن هناك خطوات قادمة، لأن كانت الخطوة الأولى هي قضية الموانئ والذي لم تنفذ منها شيء. الخطوة الثانية هي أكثر صعوبة، لأنه المطلوب انسحاب ما يساوي كيلو متر من شرق الحديدة، بمعنى ومن ثم تشكيل منطقة عازلة وإبقاء مراقبين دوليين في هذه المنطقة العازلة، معناها أنه المعركة الحديدة في هذه الحالة تكون حسمت بصالح الحوثيين بشكل عملي، لأنه أي منطقة عازلة معنى أن الحرب لن تستأنف على الأقل خلال فترة الظروف الدولية الراهنة. أما ما يتعلق بالقضية السياسية الكبيرة، هذه الأمور بعيدة وليس هناك من أفق ولا إمكانية، وليس حتى الأمم المتحدة لا هي قادرة ولا مهيئة أنها تقوم بهذا العمل. أسأل السيد الشرفي، السيد الشرفي في سياق حديثك، يعني أنت تقول أن المبعوث الأممي لا يتماهى مع رؤية سلطة صنعاء بل مع الرؤية البريطانية، لكن كيف تقرأ العلاقة أنت ما بين المبعوث الأممي وميليشيات الحوثي؟ هنا تتكلم في الأخير عن مسألة كانت مراد لها حل، يعني الرغبة كانت دائمة كرغبة فعلية لدى سلطة صنعاء للوصول إلى حل فيما يتعلق بالحديدة تحديداً، باعتبار أن هذه النصابة لغة الحساسية ربما تصنع انقلابة في الملف ككل، قد تتسبب في مزيد دماء عالي، فكان هناك رغبة للوصول إلى حل، وبالتالي هي أدت مرونة عالية في هذا الجانب. لكن بالمقابل هذه المرونة الطرف الآخر لم يبدي مرونة بما يساعد إلى تفسير الحل في ما يتعلق بالحديدة في اتجاه يفيد الملف اليمني. عندما كبر الأطراف أو عملوا كلاهما بشيء من التلافي وقتها ومرر النصوص المرنة هذه التي أصبحت الآن مشكلة في السويد، هذا الأمر كان خطأ بالغ، لأنه أنت لو تلاحظ
أن الاتفاق يضم عدد من النقاط الواضحة والمحددة والقاطعة متعلقة بالدور الأممي المتحدة في الحدود، بينما الاتفاق محل الاتفاق كان كما قلت لك نصوص مرنة، وبالتالي غريفيث هو جعل الضمانات، لأن دور الأمم المتحدة هي ضمانات، جعل الضمانات صلب الاتفاق، بينما الاتفاق بين اليمنيين لم يتم، وتم تمرير بالعبارات المرنة التي تفتح الباب لتصرفات لاحقة أوصلت الوضع إلى ما وصل إليه. تلاحظ أنت يعني من عمل المبعوث الأممي لو وافقت جميع على الثلاثي على سلطة حينها سواء مشتركة أو سلطة مستقلة عن الجميع، ربما كان الحل اليمني سيحصل، لكن الآن لم يحصل الحل اليمني، وستظل هذه النقطة يعني لا يمكن وصفها بأنها نقطة قد حسمت، ربما في المستقبل قد يفرض على طرف سلطة هذه بأن تغض الطرف عن هذه النقطة باعتبار الرغبة البريطانية أن تظل في هذا الوضع، ويمضي الناس في مناقشة ذات الملف. لديك أيضا ما يحدث الآن من سجالات ومن تصدع ربما داخل سلطة هذه، استقالة وزير الخارجية، هذه كلها مؤشرات أن هناك خطأ، هذا الخطأ استوعب لاحقا بعد أن خرجت الأمور من أيديهم، لم تجد سلطة هذه أي مستنسك لها تستطيع بموجبه أن تحاجي غريفيث وأن تسند شكواها إلى الأمين العام بأدائه. في الأخير هناك خطأ بالدرجة الأولى يتحمله طرف سلطة هذه، أيضا أنصار الله يتحمل خطأ بالدرجة التالية لاعتبار تمثيل الأمم المتحدة العالي في الحديدة، وغريفيث هو في الأخير هو المنتصر وهو الفائز الذي يعني بلغ ما يريد من خلال إدارته للعملية منذ تسلمه الملف اليمني لأجندات أممية وبريطانية. أشكرك، كنت معنا من صنعاء المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي على تواجدك معنا. أعود إليك سيد الحسن الآن فيما يتعلق ب يعني هذا الموقف على المستوى السياسي، استقالة وزير الخارجية، هل نحن أمام توجه نحو نوع من الانتقال إلى مرحلة عسكرية في سياق التعامل مع ميليشيات الحوثي، ضغط أكبر في الميدان، ما هو المستقبل؟ سيد الحسني، سيد الحسني هل تسمعني؟ هناك مشكلة في التواصل إذا مع سيد ياسر الحسني الصحفي في رئاسة الجمهورية من الرياض، عسى أن تحل هذه المشكلة. بالعودة إليك سيد عبد الناصر المودع، يعني في سياق الحديث عن الأيام المقبلة، هل تتوقع الآن مع إذا ما وضعنا في الاعتبار أو أدخلنا في سياق الملف استقالة وزير الخارجية، كيف ترى المشهد الآن؟ نحن نتوجه نحو حل عسكري، ما ضغط على الأرض، اهتمام أكبر بالوضع الميداني، أم جمود؟ كيف ترى الخارطة في المستقبل؟ الحل العسكري من قبل من؟ يعني الحل العسكري هو قرار بيد الإمارات وبيد السعودية، مش بيد هادي، هادي آخر من يعلم وآخر من يقرر، خاصة في مسألة الحديدة. يعني تعرف المعركة في الحديدة وديرت بعيدة عنه، حتى هو وزير دفاعه ومسؤولي ما يستطيعوش حتى يقوموا بزيارة لهذه الجبهة، وبالتالي هو وجوده كان صوري حتى في المفاوضات، وجود صوري مش وجود حقيقي، ولهذا الأمر المتوقع أنه يكون هناك جمود فيما يتعلق بمعركة الحديدة، لأنه كما ذكرت لك هناك إرادة أمريكية غربية لمنع معركة الحديدة. الجانب الإنساني هو العامل الأساس، وليس كما يدعي البعض أجندة بريطانية وقصة مؤامرة، والبعد الإنساني أيضا لأنه مرتبط بصراع سياسي داخل الولايات المتحدة وداخل بريطانيا. صارت قضية الحديدة وقضية المشكلة الإنسانية في اليمن إحدى مسائل السجال السياسي بين الكونغرس وبين ترامب، وبالتالي لا أحد من هؤلاء أو من هذه الدول لديها الرغبة بأن تثار هذه القضية مرة أخرى، ولهذا الحل الوحيد أن تبقى معركة الحديدة دون معركة
وأن يبقى وقف إطلاق النار صامد. هذا الجانب الأساسي، وما الجانب الأخرى كما ذكرت لك لن يتم تنفيذها، ستظل هناك مراوحة. والآن بعد أن ضعف موقف المبعوث الأممي لا أعتقد بأن هناك شيء سيحدث، حتى العملية السورية التي تمت لن نشهد لها في المستقبل حتى يأتي مبعوث جديد بمنهجية أخرى يأمل عليها الناس. لكن كما ذكرت لك لا الأمم المتحدة ولا غيرها تستطيع أن تحدث اختراق وأن تعمل تسوية سياسية في اليمن، لأن الظروف على الأرض ليست مهيئة لتسوية سياسية. الظروف على الأرض هي مهيئة لحالة انقسام طويل المدى في اليمن، هناك متربحين من هذا الوضع، معظم اللاعبين المحليين وجزء من اللاعبين الخارجيين متربحين ببقاء الوضع على ما هو عليه، وبالتالي هؤلاء ليس من مصلحتهم أن يعملوا ضد مصالحهم. وما لم يحدث تغير في هؤلاء اللاعبين فلا نتوقع بأن المسرح سيشهد أي تغيير، ستظل نفس المسرحية، هنا معركة سنزف هنا وهناك، تسخين جبهة زي ما حدث في تعز قبل أسبوعين، سخنوا الجبهة لمدة 3-4 أيام قتلوا 20-30 نفر، وهكذا يسخنوا في منطقة ثانية. شباب شغل المقاولين مش شغل أصحاب رجال الدولة، أنه كل واحد يشل مبلغ من المال يشتغل لهذا الطرف في الفترة وقال خلصت فلوسك ووقفت المعركة. بهذه الطريقة وبهذه الآلية تتم الحرب في اليمن للأسف، والذي يدفع ثمنها شعب ودولة وبشر ويعانوا وتزداد معاناتهم بشكل يومي، وليس هناك من ولي أمر لهم. هذه هي الحقيقة، ليس لدينا ولي أمر ولا حكومة مسؤولة عننا تتصرف بمسؤولية. هناك مجموعة من المتربحين، من المستفيدين، من اللصوص إذا سمح إذا وصفناهم التوصيف الحقيقي، هم مجموعة من اللصوص المتربحين من بقاء المأساة اليمنية. وما دام الأمر كذلك سيستمر هؤلاء اللصوص وستستمر الأزمة والمأساة الإنسانية. عسى أن يتغير الحال بشكل أو بآخر. أشكرك إذن المحلل السياسي أستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا في هذه الحلقة من عمان، شكرا على تواجدك معنا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، في أمان الله.